السلام وعليكم عليكم. فضيلة الشيخ، صورة الساعة فيما أنزل أعوذ الدين على بالله علي من المقام الشيطان الرجيم. الحسين أغلق يا أخي، أغلق الهاتف في وجه هذا الشيعي، هذا الشيعي الرافضي الشرير الذي يطعن في أمهات المؤمنين. لا تفتحوا عليه بارك الله فيكم، فصوته يلوث المجالس. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تفضل شيخنا بارك الله فيكم. هل صح؟ وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الله يحفظك. وياك. أنا في عندي أخ العزيز، أنا في عندي تعقيب في شخص رافضي اسمه سائر الدراجي يتكلم، ليه ما بتخلوه يكمل كلامه؟ أنا عايز أعرف إلى وين يوصل، يعني شو بده يوصل إلى فين؟ يعني ممكن أن يكون على حق ويمكن أن يكون على غير حق، بس لو أعطيته مجال الكلام ممكن أن يكون أن يوضح ما في بداخله، ونحن الحكم نعرف إن كان صادق أو كذب. يا سفيان، يا سفيان، هذا الشخص، يا سفيان، هذا الشخص ليست بأول مرة يتصل، نحن صابرون عليه لمدة 3 أشهر وعرف المقصد. كل مرة، هل يرضيك أن تشتم أمك عائشة؟ هل يرضيك أن يسب أبو بكر؟ إلا إذا يعني عياذا بالله لا نرضى أبدا أن يسب أبو بكر أو أن تسب أم المؤمنين عائشة أبدا. طبعا طبعا. اسمح لي لو سمحت، لو كان يسب هل له مبررات للسب؟ أيوة. إذا نعتذر إليك. أنا عايز أعرف المبررات. عفوا عفوا عفوا، لنا وجهة، لنا وجهة، وكل يعمل على شكلته. بارك الله فيك. جزاك الله خيرا. فقوله تعالى ألم